السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل كده حضرتك يا شيخنا اتصلت بحضرتك وسألتك ان انا بطيء شوية في الصلاة وكده، فممكن الامام يسبقني او انا ما اقدرش في الركعة الاخيرة يبقى في خلل، فحضرتك قلت لي ممكن تنوي المفارقة. لا مش بسهولة كده تنوي المفارقة، ممكن يعني تقرأ قراءة سريعة إلى حد ما حتى تتابع إمامك، لكن أنت توسوس. لا في الآخر ما بقدرش فعلا، يعني في آخر ركعة ما بقدرش. هل أنا كده بنول ثواب الجماعة لو نويت المفارقة، لو حسيت فعلا بالعجز الحقيقي يعني فعلا أنا بطيء والإمام سريع شوية، فممكن في الركعة الأخيرة أو قبل الأخيرة يحصل خلل فما بقدرش أكمل معاه فأنوي المفارقة، لأنه بيسبقني بأربع أركان ولا حاجة. بأربع أركان يسبقك، بأربع أركان لا تصلي، إذن فارق أربع أركان غريب يعني. لو أنا فارقت أنول ثواب الجماعة يعني برضه، يعني أنت صليت أول ركعتين أو معاه كويس. أنا أقول لك يعني ممكن توجز وتركع وتسجد معه. لو أنا ما قدرتش باخد ثواب الجماعة لو نويت المفارقة، ولا والله أنا ما ثواب أقدرش الجماعة أديلك بيروح؟ قرار، يعني أنت أدرى بحالتك، لكن إذا كنت مريضا فعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انا مريض فعلا والله، وما بقدرش اكمل مع الامام، فاخر ركعه ما بقدرش اكمل، فبقوم اجيبها لوحدي بعد ما اسال، بقعد بس بفضل مستريح شويه. لكن انا بسال لا يعني يكلف انا الله بنقول نفسا ثواب الا الجماعه وسعها. بالطريقه دي؟ خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شكرا.